مساكم الله بالخير. والله يا اخوان والله ولله الحمد، يا ربي لك الحمد والشكر، جربت العشبتين هذه ولله الحمد خلال 3 أسابيع ونص الدكتور نفسه المعالج لي استغرب النتيجة. كان السكر التراكمي 12.9 بعد 3 أسابيع ونص، خلينا أقول شهر كامل، ولله الحمد ولله الحمد حللت التراكمي وصل 7.7. اللهم لك الحمد والشكر، فضل من الله ومنا. العلاج كان عبارة عن ملعقة صغيرة من البردقوش، ملعقة صغيرة من البردقوش يضاف عليها كمية ما بين الأصابع كده إكليل الجبل، توضع في كوب ماء ويصب عليها حوالي 200 إلى 250 مللتر ماء ساخن، يتغطى وغطيها 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى أن تبرد كده، يصف المشروب يصف المحلول وينشرب، كاسة في الصباح إن شاء الله على الريق وكاسة في المساء قبل النوم. ولله الحمد أقول لكم خلال شهر الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. السكر عندي انتظم مضبوط، حتى الدكتور مستغرب من سرعة العلاج. كنت أقول له فيه أعشاب وما أعشاب، كان يقول لي إيش الأعشاب، بلا أعشاب بلا كلام فاضي. لكن بعد ما سويت العلاج هذا ولله الحمد أحمد الله وأشكر فضله، وربي يعفي عني وعنكم وعن جميع المسلمين يا رب إن شاء الله، ولا يبلى مسلم منكم بهذا الداء. شكرا لكم، بارك الله فيكم.